اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled factorizing quadratic trinomial in the form ax squared plus bx plus c. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر استكمالا للسيريز بتاعه الفاكتورايزيشن اللي بداناها بليسون 1 وتعرضنا فيه ازاي نعمل فاكتورايزيشن للسمبل اكسبريشن x squared plus bx plus c. والمقصود بكلمه سمبل ان الاكس سكويرد الكوفيشنت بتاعها كان ايكوال 1. طيب الدرس بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين هتلاقي ان الاكس سكويرد جنبيها نمبر اللي هو هنا زي ما انت شايف كده 3 وهنا برضو 3. طيب هل المنظر ده ما قابلناش في ليسون 1؟ لا، هو قابلنا بالفعل في ليسون 1، لكن المسائل كنت انت تقدر تاخد ال 3 كومن فاكتور. لما تيجي تبص على ال 3 تيرمز دول تلاقي ان انت مش هتعرف تاخد ال 3 كومن فاكتور بره، وبالتالي انت مضطر تتعامل مع الاكسبريشن وال 3 موجوده فيه. وكذلك هنا ال 3 مش هينفع تاخدها كومن فاكتور. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا لو انا هتعامل مع هذا الاكسبريشن بالطريقه اللي احنا اتعلمناها في ليسون ايه؟ الليسون 1 اللي هي ايه؟ اللي هي هنوبن تو براكتس. يعني تعالى هنا كده على الاكسبريشن ده هنعمل تو براكتس كده اهو. احنا قلنا ان الفيرست تيرم ده بيجي من ايه؟ مالتيبليكيشن. كان في ليسون 1 كان اكس تايمز اكس. طب انا عندي هنا 3، واضح جدا ان هي هتيجي منين؟ 3 اكس سكويرد من 3 اكس تايمز الايه؟ تايمز الاكس. طيب ليسون 1 قلنا ايه؟ قلنا عشان باجي اوزع الساين طالما عندي هنا بلس يبقى على طول الساينز بتاع التو براكتس دول زي الميدل تيرم. يعني هنا بلس اروح ابص هنا الاقي بلس، يبقى الاثنين هنا عندي ايه؟ بلس. وبعد كده كنت بروح للابسوليوت تيرم واجيب له الفاكتورز بتاعته. انا عندي هنا الايت، الفاكتورز بتاعتها عباره عن ايه؟ 8 ديفايدد 1 يديني الايت، وال8 ديفايدد 2 يديني ايه؟ يديني 4. طيب الفاكتورز بتاعتي هنا هتبقى ال1 وال8 وال2 وال4. كنا في ليسون 1 بنقول ايه؟ بنقول مين هم التو فاكتورز اللي السم بتاعهم ايكوال مين؟ ايكوال النمبر اللي في الايه؟ اللي في الميدل تيرم. طيب نيجي نشوف هنا الفاكتورز عندي. عندي 1 و 8 السم بتاعهم از 9. عندي 2 و 4 السم بتاعهم از 6. الله، معنى كده ان هي مش نافعه معايا. ما ينفعش. مش هينفع تشتغل بالطريقه بتاعت ليسون 1 في الاكسبريشن اللي زي ده. طب تعالى نجرب الاكسبريشن ده. لو عملت كده اهو 3x و x عندي هنا نيجاتيف يبقى على طول بوزيتيف نيجاتيف. طيب نيجي نشوف الايه؟ نيجي نشوف ال 5. ال 5 سهله جدا. 5 ديفايدد 1 يديني ايه؟ يديني 5. يعني معنى كده ان ال 5 ملهاش غير 2 فاكتورز اللي هم ال 1 والايه؟ ال 1 وال 5. السؤال بتاعنا بتاع ليسون 1 كان بيقول مين هم ال 2 فاكتورز اللي الديفرنس بتاعهم ايكوال 14؟ مستحيل طبعا. لان هنا مفيش عندي غير 2 فاكتورز 1 و 5 والديفرنس بتاعهم از ايه؟ از 4. يبقى مش هعرف احل الايه؟ المساله دي. وبالتالي عشان اقدر اتعامل مع هذا الاكسبريشن انسى خالص بقى الطريقه بتاعت ليسون 1، ونيجي نشوف طريقه جديده اللي هي طريقه السيزر او المقص. بنعمل ايه بقى في الطريقه دي؟ ركز معايا. نيجي نشوف الاكسبريشن بتاعنا هنا، احطه هنا اهو 3x سكويرد بلس 10x بلس مين؟ بلس ال 8. هنا هتعامل مع مين بقى؟ انا كنت بجيب الفاكتورز بتاعت ال 8، هنا هجيب الفاكتورز بتاعت النمبر اللي جنب الاكس سكويرد والفاكتورز بتاعت مين؟ بتاعت الابسوليوت تيرم. الفاكتورز بتاعت الابسوليوت تيرم اللي هي مين؟ عندي ال 8 ديفايدد 1 وال 8 ديفايدد 2. والفاكتورز بتاعت ال 3 دي عباره عن ايه؟ 3 ديفايدد 1 ايكوال كام؟ ايكوال 3. ما عنديش ايه؟ ما عنديش فاكتورز ثانيه. يبقى عندي هنا ال 1 وال 3 وعندي هنا ال 1 وال 8 وعندي ال 2 وال ايه؟ وال 2 وال 4. نعمل هنا في النص كروس واحط هنا اكس وايه؟ اكس واكس. هنا احط الفاكتورز ديت احطهم هنا، احط هنا 3 واحط هنا 1 طبعا مش هكتبه. نيجي نشوف الساين، انا شايف هنا الساين ايه؟ الساين بلس. يبقى اجي هنا على الميدل تيرم الاقي بلس، احط هنا بلس واحط هنا ايه؟ واحط هنا بلس. خد بالك لو دي ماينس هنأجل شويه، مش هحط بلس ماينس، هنسيبها في الاخر شويه. طيب نيجي نشوف بقى التو فاكتورز هنا، عندي 8 و1 وعندي 2 و4، هنعمل ايه؟ هنحط مره هنا 8 ومره هنا 1 او العكس. السؤال بتاعي بقى بيقول ايه؟ مين هم التو دياجونالز اللي السم بتاعهم ايكوال ايه؟ ايكوال 10. كان ليسون 1 كنا بنقول مين هم التو فاكتورز اللي السم ايكوال 10. مين هم الدياجونالز هنا؟ بعتبر ده دياجونال وبعتبر ده ايه؟ ده دياجونال. يبقى السؤال بتاعنا هنقول مين هم التو دياجونالز
اللي الصم بتاعهم equal the middle term. انا كتبته لك عشان ايه ما تنساهوش. مين هم التو دياجونالز اللي الصم بتاعهم ايكوال الميدل تيرم؟ طيب تعالوا نشوف مع بعضينا التو فاكتورز 1 و8 ونيجي نحطهم هنا. هحط هنا ال8 واحط هنا الايه ال1. يبقى الدياجونالز ده البرودكت بتاعه كام؟ 3x تايمز 1 يديني 3x. يبقى ده يديني كده 3x وده يديني هنا ايه 8. الاكس تايمز ال8 يديني 8x. يبقى 8x و 3x 11x. انا عندي هنا ايه 10x. يبقى ما ينفعش معايا الوضعيه بتاعه ال8 هنا وال1 هنا. نعمل ايه بقى؟ نعكسها. احط هنا ال1 واحط هنا الايه ال8. يعني كل فاكتور من دول ببدله على الوضعيه بتاعه الايه الوضعيه بتاعه السيزر. طيب انا عندي هنا x و1 بالمالتيبليكيشن يديني x. 3x تايمز ال8 24x. الاثنين الصم بتاعهم يديني 20 25. انا محتاج مين؟ انا محتاج 10. يبقى الوضع ده ما ينفعش معايا. طيب كده انا اتاكدت ان التو فاكتورز دول مش هينفعوا معايا. طب نجرب مين بقى؟ ناخد التو والفور. طب تعالى نحط هنا 2 ونحط هنا كده 4. تعالى نشوف الدياجونال ده x تايمز 2 يبقى 2x. 3x تايمز 4 يبقى 12x. يبقى الصم بتاعهم از 14. معنى كده ان الوضعيه دي برده مش هتنفع معايا. طيب تعال نشوف بقى اخر وضعيه لما احط هنا ال4 واحط هنا الايه واحط هنا ال2. تعال نبص على ال2 دياجونالز عاملين ايه. الدياجونال ده 3x تايمز 2 يديني 6x. الدياجونالز ده x تايمز 4 يديني 4x. يبقى انا عندي هنا 10 6x و4x يديني 10x اللي هي الايه الميدل تيرم. يبقى هي دي الوضعيه بتاعتي اللي هتحقق معايا الفاكتورايزيشن اللي هي ايه بقى. بناخد ده كده براكت وبناخد ده كده ايه براكت. يعني لما اجي اعمل فاكتورايزيشن للاكسبريشن ده هيديني 3x بلس ال4. ادي البلس وخدت ال4 وهنا x بلس مين؟ x بلس ال2. تعال اعمل لهم مالتيبليكيشن هيطلع لك نفس الاكسبريشن ده. طيب تعال نشوف اللي كان جنبها كان ايه. اللي جنبها هنا كانت هنا 3x سكويرد ماينس 14x ماينس الايه ماينس ال5. نيجي نشوف الفاكتورز بتاعت ال3 بنجيبها ازاي. بنقول 3 ديفايدد 1 يديني كام؟ يديني 3. بالنسبه لل5 5 ديفايدد 1 يديني ايه؟ يديني 5. طبعا دي سهله شويه. سهله ليه؟ لان انا عندي هنا جاست 2 ايه 2 فاكتور. مش هحتار هنا فاكتورز كتيره هتاخد مني وقت شويه. طيب نعمل السيزر. هنا عندي نحط 3x وايه وx. طيب هنا عندي ايه؟ هنا ماينس. لا نستنى شويه بقى ما تحطليش الايه الساينز دلوقتي. يعني لما يكون عندي بلس احط على طول. لقيت هنا بلس احط الاثنين بلس. لقيت هنا ماينس احط الاثنين ماينس. طيب انا هنا لقيت ماينس. لا نستنى. انا عندي ال5 وال1 نحط مثلا احط هنا 5 واحط هنا ايه واحط هنا 1 ونسال نفسنا سؤال. السؤال بتاعنا ايه هو؟ مين هم التو دياجونالز اللي مش هقول بقى الصم المره دي لان انا شايف هنا ايه؟ انا شايف هنا ماينس. اللي الديفرنس بتاعهم ايكوال كام؟ ايكوال 14. تعال نشوف مع بعضينا. لما اجي اقول لك هنا الدياجونال ده بكام؟ x تايمز 5 يديني 5x وهنا 3x تايمز 1 ب 3x. يبقى 5x ماينس 3x از 2x. يبقى هنا الديفرنس للوضعيه دي يديني 2x وبالتالي ما ينفعش احط ال 5 هنا وما احطش ال 1 هنا. ما قداميش غير ان انا اعكسهم. احط ال 1 هنا واحط ال 5 ايه؟ واحط ال 5 هنا. تعال نشوف البرودكت بتاع ال 2 دياجونالز عامل ازاي دلوقتي. انا عندي 3x تايمز ال 5 يديني 15x وعندي x تايمز 1 يديني x. واضح ان ال 15x ماينس الاكس يديني 14x. يبقى الوضعيه دي الوضعيه الايه؟ السليمه. طيب يقابلني بقى سؤال دلوقتي هحط الساين ازاي؟ في ليسون 1 كنت بوزع الساين قبل الفاكتورز. في ليسون 2 بعد ما تظبط السيزر في حاله الماينس بالذات نحط بعد كده الايه؟ الساين. طب الساين هحطها ازاي؟ عشان ما تنساش هنقول الجريتر دياجونال مع الايه؟ الميدل ساين. مين هنا الجريتر دياجونال؟ الجريتر دياجونال اللي هو ده. يبقى لازم ياخد نيجاتيف ساين. طب النيجاتيف ساين هحطها له هنا ولا هنا؟ انا عندي خد بالك تو فاكتورز الدياجونال. عندي ده كده
وعندي ده كذا، ده الساين بتاعته معروفه، هنا بلس وهنا بلس. يبقى الفايف دي لما اجي احطها على الساين بتاعتها ينفع احطها هنا؟ ما ينفعش طبعا. يبقى الساين بتاعت الفايف تبقى ايه؟ تبقى هنا كده. يبقى الميدل ساين بحطها مع الدياجونال الكبير، يبقى هحط هنا الايه؟ هحط هنا البلس. وبالتالي التو فاكتورز بتوعي هيبقوا ده وهيبقى ايه؟ وهيبقى ده. يبقى انا عندي الاكسبريشن ده لما اجي اعمل له فاكتورايزيشن بطريقه السيزر يديني 3x بلس 1 اللي هي دي 3x بلس ال1، وهنا تحت يديني x ماينس ال5. ان شاء الله هنحل مع بعضينا مجموعه كبيره من الاكزامبلز والاكسرسايزز اللي باذن الله في نهايه الليسون هتلاقي نفسك فاهم كويس. تعالوا نشوف مع بعضينا اكزامبل 1. بيقول لي فاكتورايز 14x سكويرد ماينس 17x بلس 5. انت لما هتخش على مساله الفاكتورايزيشن انت بتحاول على قد ما تقدر تحلها بليسون 1، يعني انت بتفكر كده بالايه؟ بالسيكونس اللي احنا خدناه في الليسونز. يعني هتخش لقيتها ليسون 1 هشتغل ليسون 1، ما لقيتش ليسون 1 هشتغل ليسون 2. لما تيجي تبص هنا تلاقي عندك في عندك 14 جنب الاكس سكويرد. طب عرفت اخدها كومون فاكتور؟ لا مش هعرف. يبقى بالتالي ما قداميش غير الايه؟ غير السيزر. يبقى هعمل كده. وبعد كده هعمل ايه؟ ناخد ال5 نجيب لها الفاكتورز بتاعتها. هيبقى 5 ديفايدد 1 يديني ال5، والناحية التانية ال14 14 ديفايدد 1 يديني 14، و14 ديفايدد 2 يديني الايه؟ يديني ال7. يبقى انا هنا عندي ال1 وال14 وال2 وال7، وعندي الناحيه الثانيه الايه؟ ال1 وال5. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي هنا جنب الاكسات، هنا احط طبعا اكس واكس دي كده باي ديفولت. جنب الاكسات ممكن احط 14 و1 وممكن احط 7 و2. يبقى انا هبدا الاول بالتشويس ده واجرب، نفعت معايا مع الناحيه الثانيه خلاص، ما نفعتش هنجلكت التشويس ده ونجرب التشويس الثاني. طب نيجي نبص للساين نلاقي الساين ايه؟ الساين بوزيتيف. لو لقيت الساين بوزيتيف على طول احط التو ساين زي الميدل ساين وانا مطمن، لكن لو لقيتها نيجاتيف بنستنى لاخر المساله. طيب تعال نبدا مع بعضينا باول تو فاكتورز، نحط مثلا هنا ال14 ونحط هنا الايه؟ ونحط ال1. نيجي هنا بقى ايه؟ ال1 وال5. مثلا احط هنا ال1 واحط هنا الايه؟ ال5. تعال بص على الدياجونال ده، 14 تايمز 5 از 70، وعندي هنا يديني 1 يبقى 70 اكس و1. طب السؤال بتاعي بيقول ايه؟ مين هم التو دياجونالز اللي الصم بتاعهم ايكوال ايه؟ ايكوال 17. واضح ان ده 70 وده 1 يبقى 71. يبقى مش هينفع الايه؟ الكومباينيشن ده مش هينفع. ده كده مش هينفع وده مش هينفع. نحط ال5 هنا كده فوق ونحط ال1 ايه؟ ونحط ال1 تحت. ونيجي نعمل نفس العمليه، 14x تايمز 1 يديني 14x، و x تايمز 5 5x. التو دياجونالز دول الصم بتاعهم ايكوال كام؟ 14 و5 از 19، ما طلعتش 17، وبالتالي الكومباينيشن دي برضو مش مناسبه معايا. طيب يجي واحد بقى يقول لي ايه؟ مستر طب ممكن نحط ال14 تحت وال1 فوق؟ اقول لك لا. لما هنا بعمل انا لما بعكس هنا بعكس هنا بس، يعني دول بيتحطوا هنا في اختيار واحد بس وببدل عليهم من الناحيه الثانيه. يعني لان انت لو جبت هنا ال1 وهنا ال14 اكنك عملت اللي قبليها بالظبط. يبقى هنتفق مع بعضينا الفاكتورز هنا ليها وضعيه واحده بس، لكن الفاكتورز اللي هنا ببدلهم. طيب طالما ما ينفعش التو فاكتورز مع ال14 وال1 يبقى ده برده مش نافع معايا اللي هي ال14 والايه وال1. ناخد مين بقى دلوقتي؟ ناخد ال2 وال7. نجرب هنا 7 ونجرب هنا ايه؟ ونجرب هنا 2. ونيجي معاها الناحيه الثانيه نجرب هنا 1 ونجرب هنا ايه؟ ونجرب هنا 5. طب تعالى نشوف مع بعضينا 7 تايمز 5 35x و2x اكس، وبالتالي التشويس ده ما ينفعش معايا. ما تقوليش بقى هبدل هنا، لا هنا اتفقنا بنثبت. طيب نيجي الناحيه الثانيه نحط هنا ال5 ونحط هنا الايه؟ ونحط هنا ال1. ونيجي نشوف 7x تايمز 1 يبقى 7x، 2x تايمز 5 يبقى 10x. يبقى انا عندي هنا 10x وعندي هنا 7x، الصم بتاعهم كام؟ 10x و 7x الصم بتاعهم فعلا 17x، وبالتالي الكومباينيشن دي هي السليمه واللي اتحقق معايا الفاكتورايزيشن للاكسبريشن ده، وبالتالي الاكسبريشن ده لما اجي افكه هيديني كده. ده كده براكت وده كده انظر ايه؟ انظر براكت. يبقى هيديني 7x ماينس ال5 وهنا
2x ماينس الايه؟ ماينس ال1. هتيجي تقول لي يا مستر الطريقه طويله وصعبه. اولا الطريقه ممكن تكون طويله لكن مش صعبه، صعبه دي يعني انت مش فاهمها، لكن هي بالفعل ممكن تكون طويله وممكن تنجح معاك من اول مره. طيب هل في الامتحان هيجي لي منها كم مساله في الامتحان؟ هيجي منها مساله واحده، مش هيجي لك الامتحان كله منها. يعني يوم ما تطول معاك في الامتحان هتاخد فيها قد ايه؟ 3 دقايق 5 دقايق مش مشكله، بس اسمي قفلت الامتحان. طيب نيجي اكزامبل 2، بيقول لي 6a minus 27 plus 5a squared. طبعا دخلنا على المساله لانها مش مترتبه، لازم ارتبها. يبقى انا عندي هنا 5a squared plus 6a minus 27. هل انا في lesson 1؟ نجرب. هل ينفع ال 5 تتاخد common factor؟ مش هينفع، وبالتالي انا في lesson 2. هل كل مره كده هقعد اجرب ولا في ممكن اشغل دماغي شويه؟ انا شغال معاك كده يعني باخد المسائل كده سيستماتيك، لكن هتلاقي ان انت فعلا ممكن تشغل دماغك وممكن توصل للحل بسرعه. طيب نحاول نجرب في المساله دي. انا عندي 27، لما اجي اعمل لها فاكتورايزيشن يبقى 27 ديفايدد 1 يديني 27. 27 ديفايدد 2 ما ينفعش، ديفايدد 3 ايكوال 9، ديفايدد 4 ما ينفعش، 5 ما ينفعش، 6 ما ينفعش، 7 ما ينفعش، 8 ما ينفعش، 9 هتتكرر معايا، وبالتالي الفاكتورز عندي 1 و27 وال3 ومين؟ وال3 وال9. طيب نيجي الناحيه الثانيه، انا عندي مين؟ انا عندي ال5. ال5 مالهاش غير 5 ديفايدد 1 يديني 5، وبالتالي عندي 2 فاكتورز ال1 والايه وال5. يعني معنى كده لما اجي اعمل السيزر كده هنا هيبقى ثابت عندي 5x اند الايه اند الاكس، بحط اكس واكس وحط هنا 5 و1 ما تكتبش ال1. لما تيجي تبص عندك هنا تلاقي مين؟ تلاقي نيجاتيف ساين. نيجاتيف ساين يعني ما اقدرش احط هنا اي ساين دلوقتي، هستنى لما اوضب التو دياجونالز الاول. طيب انا عندي هنا الفاكتورز اللي هختار ما بينها ال1 وال27 وال3 وال9، وهسال نفسي سؤال، مين هم التو دياجونالز اللي الديفرنس بتاعهم يديني 6؟ طب تعالى بقى نشغل دماغنا شويه بحيث ان نوصل للحل بطريقه سريعه. انا بقول لك انا عايز 2 دياجونالز الديفرنس كام؟ الديفرنس 6. يبقى هل اختار 1 و27؟ لان انا لو اولا لو خدت ال 27 قدام ال 5 هنا هتلاقي الدياجونال ده ضرب معاك، عمل معاك 130، يبقى مستحيل، يبقى ما تاخدش ال 27 هنا وال 1 هنا. يبقى انا عندي ممكن بمجرد النظر كده انجلكت ال 27 هنا وال 1 هنا. طب تعال نحط ان لو حطيت ال 27 هنا كده وال 1 هنا هتلاقي ده 27 وده 5 بعيده. يبقى انا بعيني على طول قدرت انجلكت الايه التو فاكتورز دول. طب تعال نشوف ال3 وال9. لو حطيت لي ال9 هنا قدام ال5 الدياجونال هيضرب معاك، هيديك 45. يبقى انا لما اجي ابدا انسب تشويس ليا ايه؟ احط ال3 هنا واحط ال9 هنا. تعال بص هنا كده بقى، 5x تايمز 3 يديني 15x، وx تايمز ال9 يديني 9x. يبقى 15x و9x الديفرنس بتاعهم يديني 6x، لان السؤال زي ما احنا اتفقنا مين هم التو دياجونالز اللي الديفرنس بتاعهم يديني الميدل تيرم. كان ليسون 1 حاجه ثانيه، كان مين هم التو فاكتورز مش التو دياجونالز. طيب يبقى معايا توزيعه الساين، هحط الساين ازاي؟ اتفقنا في حاله الماينس الجريتر دياجونال الساين بتاعته زي الساين بتاعه الميدل تيرم. مين الجريتر دياجونال؟ هو ده بيديني ال 15، يبقى لازم ده تبقى الساين بتاعته بلس، ودايما الساين بتاعت الدياجونال بتبقى ايه؟ على الليفت على طول من النمبر ده، يعني الساين بتاعت الدياجونال ده هنا، الساين بتاعت الدياجونال ده هنا، يبقى حط هنا بلس وحط هنا ايه؟ وحط هنا ماينس، وبالتالي التو براكتس بتوعي هيبقى البراكت ده والبراكت ده، يعني الفاكتورايزيشن هنا هيدي هنا معلش ايه؟ وهنا ايه؟ هي بدأ المسألة عندي هنا ايه مش اكس. يبقى عندي هيبقى 5a ماينس ال 9، وعندي هنا ال a بلس مين؟ بلس ال 3. يبقى ايه اللي حصل في المساله دي؟ المساله دي انا ابتديت لما انا فهمت الطريقه كويس ابتديت بقى اشغل دماغي بقى. ما بمشيش كده ايه وخلاص، ابتديت افكر بقى ان انا عندي هنا دياجونالز ما ينفعش يكبر قوي عشان الديفرنس عندي صغير. طيب نيجي نشوف مساله ثانيه ونحاول نفكر برضو ازاي ممكن نجيب الحل بسرعه. 14x squared minus 11xy minus 15y squared ده expression in two variables. طيب هل هو lesson 1؟ نحاول ال 14 ناخدها common factor، طبعا مش هينفع، وبالتالي هيبقى المسألة دي تتحل بليسون 2 بالايه؟ بالسيزر. نحط هنا عندي
نحط هنا اكس، نحط هنا اكس، هنا نحط واي، هنا نحط ايه واي. نيجي نشوف الكوفيشنتس بتاعتي بتاعت الاكس اللي هي ال 14، لما اجي اعمل لها فاكتورايزيشن يديني كده، و 14 ديفايدد ال 2 يديني 7. الناحيه الثانيه ال 15، 15 ديفايدد 1 يديني 15، و 15 ديفايدد 3 ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى انا الفاكتورز بتاعتي ال 1 وال 14 2 7 وال 1 وال 15 وال 3 وال ايه وال 5. المفروض واحد من دول هياخد وضعيه هنا ويقابلوا الناحيه الثانيه 2 فاكتورز من هنا يتحطوا في الوضعيه هنا. خد بالك انا عندي هنا ماينس، ده بيقول لي ايه؟ لا استنى، حط الساين في اخر المساله خالص. طيب لما نيجي بقى نفكر كده بدماغنا شويه، انا عندي هنا 14 و 1، ينفع ناخد 14 ومعاها 15 الناحيه الثانيه في الدياجونال؟ حتى الدياجونال كبير جدا. يبقى انا لو قلت هنا 14 وهنا 1 يبقى لازم احط هنا 1 وهنا 15، يبقى هتلاقيها مش جايبه معاك، لان هنا 14 وهنا 15 هيبقى الديفرنس 1. يبقى انا على طول قدرت اعمل سكيبنج للتشويس ده مع التشويس ده. طيب لو خدت ال1 وال1 وال14 مع ال3 وال5، هتلاقي ان ال14 لو جه قدامها 5 هتلاقيها عملت معاك 70، ولو جه قدامها 3 تعمل لك 42، برضك كبر جدا. يبقى انا لما تيجي تخش على المساله دي من الاول كده، مين انسب تشويس ليا؟ ناخد ال7 وال2. طيب الناحية التانية بقى، ينفع اخد 1 و 15؟ اولا لو حطيت ال 15 هنا هيعلى معاك جدا. تعال نجرب نحط ال 15 هنا كده ونحط ال 1 هنا. 2 times 15 يديني 30، وعندي 7 times 1 ب 7 يبقى 30 minus 7 is 23. اتفقنا؟ السؤال بتاعنا من هما 2 diagonals اللي الديفرنس يديني ايه؟ الميدل تير. طيب واضح جدا ان ال 15 وال 1 مش هتنجح معايا، يبقى نجرب مين؟ نجرب ال 3 وال 5. طيب ناخد هنا ال 3 مثلا، وناخد هنا الايه؟ وناخد هنا ال 5. تعال نشوف 7 times 3 21، 2 times 5 is 10. يبقى انا عندي 21 و 10 الديفرنس ما بينهم is 11. يبقى فعلا اتحقق الكونديشن مع الكومباينيشن دي، ان الديفرنس بين التو دياجونالز از ايه؟ از 11. طيب يتبقى في المسألة عندي هحط الساين ازاي؟ قاعدة الساين في ليسون 2 بتقول لي في حالة الماينس خلي الجريتر دياجونال الساين بتاعته زي الساين بتاعت الايه؟ بتاعت الميدل تيرم. الميدل تيرم از نيجاتيف، مين الجريتر دياجونال اهو، يبقى الساين بتاعتي هحطها فين؟ احط الماينس هنا، وطبعا الناحية التانية تبقى ايه؟ تبقى بلس. وبالتالي التو براكتس بتوعي هيبقى ده براكت وده انذر براكت. معنى كده ان حل بتاع هذه المسألة يديني 7x plus 5y، والناحية التانية 2x minus 3y. أنا يهمني تعرف إزاي بنحل المسألة دي. ممكن توصل بتاخد وقت شوية، بس في الآخر هتوصل إن شاء الله. نيجي نشوف مع بعضينا المسألة دي. المسألة دي لما تيجي تبص فيها تلاقي عندك x power 3 وعندك x squared وعندك x. طبعا المسألة مغرية جدا إن أنت تاخد إيه؟ تاخد x common. تلاحظ ان انا even even even، يبقى ممكن اخد 2 as a common. طب تعالى نجرب لو خدنا 2x common. لما اخد 2x يبقى هنا عندي 24x squared minus 11 divided 2 is 5 and we have a remainder of 1. 12 divided 2 is 6 يبقى 6x minus كام؟ minus 10. still we have a common factor of 2. ناخد another 2 يبقى يديني بره 4x. 2 تطلع مع 2 يديني 4x، وعندي هنا 12x squared ماينس عندي هنا هيبقى 28x ماينس الـ a ماينس الـ 5. لما نيجي نبص هنا طبعا نلاقي الـ 5 مش هينفع ناخد كومن فاكتور، وبالتالي عشان افك الاكسبريشن ده واجيب له الاكسبانشن بتاعه ما قداميش غير الطريقه بتاعت ليسون 2 اللي هي السيزر. نعمل كده، عندي هنا احط x واحط هنا x. نيجي نشتغل على الابسوليوت تيرم والكوفيشنت ده. هنا عندي الـ 5 ديفايدد 1 يديني 5. طب كويس جدا، انا عندي هنا just 2 factors، وعندي الناحيه الثانيه عندي 12 divided 1 يديني 12 divided 2 يديني 6 12 divided 3 يديني ايه؟ يديني 4. يبقى الفاكتورز اللي عندي 1 و 12 2 و 6 و 3 and الايه؟ and 4. طب الساين عندي is negative، يبقى هستنى لاخر المساله. طيب تعالوا نجرب مع بعضينا، انا عايز ايه؟ انا عايز الديفرنس يديني
28. يبقى انا عايز دياجونال يكون كبير، دياجونال يكبر معايا. طب انا عندي انا 12 لو راحت مع ال5 هتديني 60، هيعلى قوي. ولو عكسنا هيبقى واحد 12 والتاني 5 لا بعيده. طب تعال نجرب هنا كده، لو خدنا ال2 وال6 اخد هنا ال6 مثلا واخد هنا ال2، انا عايز اوصل لل28، يبقى احط ال1 مع ال6 ولا احاول اكبر الدياجونال؟ لا احاول اكبر الدياجونال، يبقى نحط له 5 واحط هنا ايه 1. خلاص هو انا بحل معاك اهو، حلتها بجاست اختيار عن طريق ايه، فكر افكر كده وانا بختار. يبقى انا بص الدياجونال ده كده 6x تايمز ال5 يديني 30x، وعندي هنا 2x، يبقى فعلا التو دياجونالز دول الدفرنس ما بينهم يديني 28، يبقى الكومباينيشن دي مظبوطه. والجريتر دياجونال نحط الساين بتاعته زي الايه الميدل تيرم، يبقى الجريتر دياجونال ده احط له مين؟ احط له الماينس، وهنا الايه وهنا البلس. زي ما انتم شايفين ابتدينا نحل بسرعه، يعني انت ابتديت تحل بسرعه لما ايديك خدت على المساله، ابتديت تحل بسرعه. فليسون 2 محدش يقول عليه ان هو ليسون صعب، لا هو ليسون ليسون المساله بتاعته طويله شويه. كلمه صعب زي ما اتفقنا، نقول كلمه صعب على حاجه مش مفهومه، لكن طالما انت فاهم يبقى ما تقولش صعب، تقول والله المساله طويله شويه. يبقى انا عندي هنا ده براكت وده انذر براكت، يبقى الفاينل انسر بتاعتي اوعى تنسى ال 4x، يبقى هيديني 4x هنا، وعندي هنا 6x بلس ال 1، وعندي هنا ال 2x ماينس الايه ماينس ال 5. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 2. هنتفق مع بعضينا ونحل الاكسرسايزز. حاول تحل المساله قبل ما احلها، وبعد كده تابع معايا شوف انا بحلها ازاي، كده افضل بدل ما انت تشوفني وانا بحل. لا حل انت الاول وبعد كده ايه شوف الحل بتاعك صح ولا غلط. اول مساله بتاعتي بتقول لي 5x squared minus 2x minus 7، ومديني التو براكتس 5x and الاكس. طبعا ده ليسون 2 علشان الكوفيشنت بتاعي نوت ايكوال 1، وما ينفعش اخد ال 5 كومن فاكتور، وبالتالي هعمل السيزور كده. عندي هنا 5x and الx، عندي الساين نيجاتيف يبقى هستنى لاخر المساله، عندي ال 7، ال 7 يعني 7 و 1. طيب عايز احط ال 7 وال 1 بطريقه بحيث ان الديفرنس بتوين التو دياجونالز ايكوال 2. طيب احط ال 7 فين؟ لو حطيت ال 7 هنا هيبقى 35 كبر معاك قوي، يبقى لوجيك ان انا احط ال 7 هنا وحط ال1 ايه هنا. تعال بص كده، ده كده 7x ده 5x، الدفرنس بتوين ال 7x وال 5x از 2x. طيب نحط الساين بقى هنا فين؟ نحط الساين، نحط الدياجونال الكبير اللي هو ال 7x، نحط له الساين بتاعته زي الميدل تيرم، يبقى انا احط النيجاتيف. طب نحط هنا بقى ولا هنا؟ لا انا عايز ال 7 دي يبقى الساين بتاعتها از نيجاتيف، يبقى احطها احط النيجاتيف هنا والبوزيتيف ايه والبوزيتيف هنا. يبقى انا عندي هنا 5x minus 7 وx plus مين وx plus 1. طب اللي بعديها 3x squared plus 10x plus 8. خد بالك انت هنا مش محتاج تعمل سيزر، ليه؟ لان لما يكون ده x يبقى اكيد دي ايه 3x، ولما يكون ده 4 يبقى لازم دي تكون ايه تكون 2. يبقى المسألة دي سهلة، هو ساعدك جدا انه كشف لك ال 4 دي وكشف لك ان هي مع البراكت دي. اوكي نيجي اللي بعديها 6x squared minus 11x minus 10. طبعا المساله سهله جدا، ليه؟ اولا هو طالما حط لك فاكتور منهم يبقى انت سهل جدا تجيب الثاني، لان 2 تايمز a يديني 10، 2 تايمز 5. طب هنا 2x تايمز a يديني 6x squared تايمز 3x، لان 2 تايمز 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 6. طبعا مسائل الكومبليت سهله ان هو ايه بيكشف لك فاكتورز منهم، هيبقى سهل عليك تجيب الايه الثاني. طيب نيجي اللي بعد كده، نيجي نشوف هنا انا عندي هنا ال1 والايه وال2. طيب انا عندي ال3x سكويرد يعني 3x وx، هنا مش هينفع بقى تقول لي حط هنا ال3x وx على طول، لازم نفكر شويه. نعملها كده، ادي عندي هنا ماينس ماينس، انا عندي هنا هنا ماينس 2 وعندي ماينس ايه ماينس 1. تعال لو حطيت هنا 3 3x وهنا x، يبقى 3x و2x يديني 5x، يبقى لازم احط 3x هنا واحط الاكس ايه هنا عشان ده يديني 6x وده يديني x، يبقى الصم بتاعهم ايكوال 7x. انا ليه قلت لك كلمه الصم بتاعهم؟ عشان في بلس هنا.
يبقى هنا x minus 2 و 3x minus 1. طب نيجي هنا طبعا كشف لك ال 3x يبقى سهل جدا اجيب الناحية التانية بقى لازم دي تكون x. طب يبقى فضل لي مين ال 6؟ لا يبقى لازم اشتغل صفر مش واضحة معي. يبقى عندي هنا 3x and ال x. هو كشف لك حاجة تانية كشف لك الماينس هنا يبقى هنا ماينس وهنا ايه وهنا بلس. ال 6 عندي عبارة عن 6 divided 1 equal 6 6 divided 2 equal كام equal 3. يعني الفاكتورز بتاعتي ديت. طب نيجي نشوف مين هختار مين. انا عايز التو فاكتورز اللي الديفرنس ما بينهم يديني 7 7 يعني نكبر الدياجونال شويه. طب نجرب ناخد هنا 3 مع 3 دي 9 وال2 هنا يبقى احط هنا ال3 واحط هنا ال2 يبقى كده 9x و2x الديفرنس بينهم 7x يبقى 3x minus 2 وx plus ايه plus 3. طب خد بقى انا عيني ما راحتش خالص على ال6 وال1 ليه؟ لان 3 تايمز ال6 هيكبر معاك يديك 18 والناحيه الثانيه 1 الديفرنس 17. فانت تحاول دايما يبقى عندك لوجيك وانت بتختار الفاكتورز اللي هتجرب عليها عشان المساله ما تطولش معاك، وان طولت فانت في النهايه برضك هتوصل. طيب نيجي المساله اللي بعد كده. انا عندي هنا اكس يبقى لازم هنا يكون 2 ايه 2x. نعمل سيزر عندي هنا ال 2x ماينس وعندي هنا الاكس ايه الاكس بلس. انا عندي هنا ال 6 لسه واخدهم اهو عند 6 و1 و2 و3. انا عايز ال 2 دياجونالز اللي الديفرنس ما بينهم يديني مين؟ الديفرنس ما بينهم يديني 1 يديني 1. تعال ناخد الاثنين دول نقرب اخد ال 2 مع ال 2 يديني 4 واخد 3 الناحيه الثانيه اخد هنا 3 واخد هنا 2 عشان ده يديني 4 وده يديني 3 يبقى الديفرنس ما بينهم از ايه؟ الديفرنس ما بينهم از 1. يعني طب انت تعال نشوف لو خدنا مثلا لو بدلنا حطينا ال 2 فوق وال 3 تحت هيبقى 2x تايمز 3 يديني 6 وx تايمز 2 يديني 2 الديفرنس ما بينهم از 4 وبالتالي التشويس ده ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش معايا. طب لو خدنا ال 6 وال 1 لو خدت هنا ال 6 وهنا ال 1 x تايمز ال 6 6x وعندنا 2x الديفرنس ما بينهم از 4x برضه ما ينفعش معايا. طب لو خدنا ال 6 تحت هنا وال 1 فوق يبقى x تايمز 1 از x وعندي هنا 12x الديفرنس ما بينهم از 11 وبالتالي مش هينفع انا عايز الديفرنس از ايه؟ از 1. يبقى انا ممكن عن طريق سام انتليجنس في اختيار الفاكتورز اقدر اوصل المساله بسرعه جدا. عينيك ممكن بعينيك كده تجيبها. يبقى انا عندي هنا 2x minus 3 وعندي هنا x plus ايه؟ x plus 2. بروبلم 7 2x squared minus blank وبلانك والمفروض بيقول لك الناحيه الثانيه ان الاكسبريشن ده هيطلع منه 2x plus 3 as a factor وعندي الفاكتور الثاني حاجه minus 2y. طبعا انا عندي الثيرد تيرم ده ممكن اجيبه من ال 3y وال 2y اللي هو 6y squared وعندي هنا 2x squared ده عباره عن 2x times times x وبالتالي يبقى فاضل لي ترم واحد بس يجي منين؟ هيبقى 2x times 2y وال 3x times الايه؟ الx. 2x times negative 2y يعني negative 4xy وعندي 3y times الx يبقى positive 3xy. لما نعمل لهم summation يديني negative x ايه؟ negative xy يبقى هنا نحط x ايه؟ xy. عندي هنا 5x squared minus 3xy minus blank بيديني هنا x minus y و 2 brackets. طبعا ديت سهلت عليا ان انا اجيب الترم ده لان الترم ده تايمز ده يديني 5x squared يبقى ال 5x squared هتيجي من x تايمز ال 5x. طيب الترم ده بيجي منين؟ الترم ده بيجي من الاديشن بتاع الترم ده مع الترم ايه؟ الترم ده. طيب negative y و 5x يبقى negative 5xy. طب المفروض ده احط عليه ايه عشان يديني negative 3xy؟ واضح ان انا هحط عليه 2xy. طيب ال 2xy تيجي منين؟ انا عندي هنا الx يبقى فاضل لي هنا ايه؟ 2y. يبقى عندي هنا يبقى ال y times 2y يديني 2y squared. exercise 2 بيقول لي factorize each of the following expressions. نيجي بقى نبتدي مع بعضينا مجموعة من المسائل اللي هنتدرب فيها بإذن الله تماما على الطريقة بتاعت ليسون 2. هنا نعمل مع بعضينا السيزر أو المقص كده نحط طبعا هنا X وهنا A وهنا X. عندي هنا 2 يعني 2 and 1 هنا بلس يبقى أكيد هنا بلس وهنا A وهنا بلس.
هنا هنحل على طول 1، يبقى لازم يكون هنا 1 وهنا ايه وهنا 1. يبقى مش شرط تكون المساله ليسون 2 يعني مساله صعبه، لا زي ما انت شايف جالي اكسبريشن ليسون 2 اتحل بسهوله شديده جدا. 1x تايمز 1 يبقى x، وعندي هنا 2x، يبقى الصم بتاع 2 دياجونالز 3x، وبالتالي الكومباينيشن اللي انا شايفها قدامي دي مظبوطه. يبقى ده براكت وده انذر براكت، يبقى لما نيجي نعملها فاكتورايزيشن هيديني 2x بلس 1 اللي هو المجموعه ديت، والمجموعه الثانيه x بلس ايه؟ x بلس 1. نيجي هنا 3a سكويرد، يبقى واضح ان هي 3a تايمز الa. عندي طالما هنا بلس يبقى 2 ساين زي الميدل تيرم، يبقى عندي هنا بلس وهنا ايه؟ هنا بلس. عندي هنا 2، ال 2 بتيجي منين؟ 2 ديفايدد 1 از 2، يبقى ما عنديش غير 1 و 2. طيب تعالى حط لي بقى ال 1 وال 2 بطريقه معينه بحيث ان السم بتاع ال 2 دياجونالز يديني 7. انا عايز اكب، عايز اوصل ل 7، يبقى نحط ال 1 هنا. لو حطيت ال 1 هنا يبقى 3 تايمز 1 از 3 والناحيه الثانيه 2، السم از 5. يبقى واضح ان انا احط ال 2 قدام ال 3. انا عايز اعلى بالفاليو بتاعت الدياجونالز عشان اوصل للايه؟ لل 7. يبقى هنا ال 2 وهنا ال 1. يبقى عندي 3a تايمز ال a يديني 6a، و a تايمز ال 1 is a، 6 بلس 1 is 7 اللي هي فعلا 7a. يبقى الكومباينيشن دي هي اللي مظبوطه، 3a بلس 1 بلس 2. يعني الاكسبريشن ده هيديني 3a بلس 1 وال a بلس a بلس 2. بروبلم 3، 5z سكويرد ماينس 7z بلس 2. نعمل السيزور بتاعنا 5z، ال 5 يعني 5z تايمز ال z. عندي هنا بلس، يعني ال 2 ساين دول زي الميدل ساين، احط هنا نيجاتيف واحط هنا نيجاتيف. عندي ال 2 يعني 2 تايمز 1، عايز احطها بطريقه ان الصم بتاع 2 دياجونالز يديني 7. واضح ان انا لو حطيت هنا 2 هيبقى 2 تايمز 5 10، يبقى كبر معايا الدياجونالز جدا، لسه هيتضاف عليه الدياجونال الثاني. يبقى ما ينفعش احط ال 2 هنا باللوجيك، يبقى نحط ال 2 هنا وال 1 هنا. نيجي نبص نلاقي الدياجونال ده از 5 والدياجونال ده از 2، الصم بتاعهم يديني 7، يبقى الكومباينيشن دي هي المظبوطه، 5 زد ماينس 2 وزد ماينس ايه؟ زد ماينس 1. يبقى هنا دي هيديني 5 زد ماينس ال 2 والزد ماينس الايه؟ ماينس ال 1. بروبلم 4، نيجي هنا كده عندي هنا 3 اكس سكويرد، يعني واضح ان هي 3 اكس واكس. طب عندي هنا طالما لقيت هنا ماينس يبقى هنستنى بقى، مش هنحط الايه الساينز دلوقتي. طيب ال5 يعني ايه؟ يعني 5 تايمز 1. انا عايز الديفرنس يديني 14، يبقى انا عايز اعلى الدياجونال منهم بحيث ان انا لسه لما اخد منه يديني 14. يبقى واضح جدا ان انا احط ال5 هنا، يبقى باللوجيك يبقى ما تجيش تحط ال5 هنا وال1 هنا، مش هتعرف توصل ابدا لديفرنس 14. يبقى ايا كانت مساله ليسون 2 فهي مسألة برضو ممكن تحلها بسرعة. يبقى أنا عندي هنا 5 وهنا إيه؟ وهنا 1. يبقى الـ 2 diagonals الديفرنس بتاعهم is 14. طيب إيه وضع الساين؟ بنحط الساين بتاعة الـ greater diagonal، الـ diagonal الكبير، بنحط الساين بتاعته زي الميدل إيه؟ الميدل تيرم. أدي الـ diagonal الكبير أهو، ده اللي هو بيديك 15، الساين بتاعته بتبقى إيه؟ نيجاتيف، اللي هي قدام الإيه؟ الطرف الثاني بتاعه. يبقى هنا نيجاتيف وهنا إيه؟ وهنا بوزيتيف. يبقى الكومباينيشن بتاعتي الناجحه 3x بلس 1 وx ماينس a وx ماينس 5. يبقى هنا 3x بلس ال 1 وx ماينس الايه؟ ماينس ال 5. نيجي هنا دي ممكن تطول معاك شويه، ليه؟ علشان ال 12 ليها مور ذان 2 فاكتورز. طيب الاكس سكويرد 5x سكويرد يعني 5x تايمز الاكس، هنا نيجاتيف، يبقى نستنى لاخر المساله قبل ما نحط الساينز. ال 12 بتاعتي لما نيجي نعملها فاكتورايزيشن 12 ديفايدد 1 يديني 12، 12 ديفايدد 2 6، 12 ديفايدد 3 يكوال 4. يبقى الفاكتورز اللي هشتغل عليها ال 1 وال 12 ال 2 وال 6 ال 3 والايه وال 4. طب يلا نفكر مع بعضينا، انا عايز الديفرنس از 4، يبقى ممكن نبعد شويه عن ال 12 لان هتلاقي هنا كبر معاك قوي الدياجونال ده، حتى لو حطيتها الناحيه الثانيه لسه كبير الديفرنس از 7. طيب انا شايف ان احنا نجرب بالايه؟ بال 3 وال 4 لان الديفرنس قليل شويه. طيب لو حطيت هنا ال 4 هيكبر معاك، يبقى لوجيك احط هنا ال 3 وهنا الايه؟ ال 4. طب نشوف مع بعضينا ال 5 تايمز 3
15 ماينس 4x يديني 11، يبقى التشويس ده ايه؟ مش مظبوط. طبعا لو عكست هيديك اكبر، لان الفور قدام الفايف هتديك 20. يبقى واضح ان احنا هنستعمل مين؟ هنستعمل ده. طب احط ال6 قدام الفايف هتكبر معاك 30 قوي، يبقى بنحط ال2 هنا ونحط الايه؟ ال6 هنا. 5 تايمز 2 از 10، وعندي هنا 6x. الديفرنس واضح ان هو يديني 4، يبقى هو ده الكومباينيشن المظبوط. يلا نحط الساين بتاعتنا، ادي الدياجونال الكبير الساين بتاعته زي الميدل تيرم، يبقى احط هنا البلس وهنا الايه وهنا الماينس، ويبقى التو فاكتورز بتوعي، ادي فاكتور وادي انذر ايه انذر فاكتور، يعني 5x ماينس ال6 والاكس بلس مين؟ بلس ال2. المساله اللي بعد كده نحط هنا 3x ونحط هنا x، طبعا بلس، يعني حط الاثنين زي الميدل تيرم، يبقى هنا بلس وهنا بلس. عندي ال8، ال8 بتيجي منين؟ ال8 بتيجي من 8 ديفايدد 1 از 8، و8 ديفايدد 2 از ايه؟ از 4. يبقى انا عندي جاست 4 فاكتورز، ال1 وال8 وال2 وال4. يلا نشوف مين اللي هينجح معانا يحل لنا الكومباينيشن دي. انا عايز السم از 8، ابعد لي خالص من ان انت تحط لي ال8 قدام ال3، هتديك 24 جريتر ذان ال10، ولسه هتحط عليها انذر دياجونال. يبقى التشويس ده اللوجيك، يبقى انت لو فاهم كويس عمرك ما هتحط ال8 هنا. طيب نحط ال8 هنا وال1 هنا يديك 11، بعيني بحل مش شرط احط. طب نحط ال2 هنا يديني 6 وال4 هنا، اه تشتغل معايا. يبقى احط هنا 2 واحط هنا ايه 4، يبقى كده يديني 6x وكده 4x، يبقى الايه الصم بتاعهم 10x. يبقى ادي كده فاكتور وادي انذر فاكتور، يبقى انا عندي هنا هيديني 3x بلس 4، وعندي هنا x بلس مين؟ x بلس 2. المساله اللي بعد كده لما نيجي نبص هنا نلاقي ايه؟ نلاقي ان ال6 دي محتمل تبقى 6 ديفايد 1 يديني 6، وال6 ديفايد 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. يعني انا عندي هنا ممكن اجرب ال1 وال6 واجرب ال2 وال3. طب الناحيه الثانيه عندنا مين؟ عندي 3 ديفايدد 1 ايكوال 3، يعني جاست 2 فاكتورز اللي هم ال1 والايه؟ ال1 وال3. طيب تعال نشوف مع بعضينا، هنا احط هنا اكس وهنا اكس، ده باي ديفولت. انا عندي هنا بلس، يعني الساينز بتاعتي هتبقى نيجاتيف نيجاتيف زي الميدل تيرم. طيب تعال نجرب، انا محتاج ايه؟ انا عايز السم بتاعهم از 11. طالما السم 11 تعال نجرب ال6 وال1، نحط هنا ال6 وال1 مش هيتكتب. لو حطيت هنا ال3 يبقى 3 تايمز ال6 يبقى 18، عاليه جدا. لو حطيت ال1 وهنا ال3 يبقى هنا 6 وهنا 3 يبقى 9. يبقى ما ينفعش اخد الايه، ما ينفعش اخد ال6 والايه وال1. نجرب مع بعضينا ال3 وال2، نحط هنا ال3 وهنا الايه وهنا ال2، ولو عكست ذا سيم، يعني هنا زي ما اتفقنا بنثبت مره واحده بس وبعكس قدامها. يعني ما تجيش تقول لي ده ما ينفعش فهحط هنا 3 وهنا 2، لا كده غلط، انا بثبت مره واحده بس. طيب تعال نشوف احط فين ال3 واحط فين ال1 بحيث ان الصم بتاعهم يديني 11. لو حطيت هنا 1 تايمز 3 از 3 و2 تايمز 1 از 2، الصم بتاعهم از 5. يبقى واضح جدا ان انا احط هنا ال3 واحط هنا الايه ال1، عشان يبقى 3 تايمز 3 از 9، وعندي هنا 2x، الصم بتاعهم از 11x. وبالتالي لما اجي احل المسألة دي يبقى ال2 فاكتورز بتوعي 3x ماينس ال1 وال2x ماينس الايه؟ ال3 اللي هم دول وايه؟ ودول. بروبلم 8 بيقول لي 5a سكويرد ماينس 18a بلس 16. طبعا واضح ان انا عندي كوفيشنت جنب الاكس سكويرد او جنب الفاريبل سكويرد، يبقى انا هحل ليسون 2 لان مش هينفع اخد ال5 از كومون من الايه؟ من ال3 تيرمز. يبقى اجي اعمل الاكس المقص بتاعي، هحط هنا ايه وهنا ايه. 5a واضح ان هي 5 تايمز 1، عندي هنا بلس يبقى احط هنا ماينس وهنا ماينس. نيجي نشوف بعد كده 16، 16 ليها تشويسز كتيره، 16 ديفايدد 1 16، 16 ديفايدد 2 ايكوال 8، 16 ديفايدد 3 ما ينفعش، ديفايدد 4 ايكوال 4. يبقى احنا كده خلصنا عشان ما ينفعش ايه اكرر. نيجي نشوف مع بعضينا مين هم التو تشويسز اللي الصم بتاعهم يديني 18. طبعا ال1 وال16 لو حطيت هنا 16 كبر معاك قوي الدياجونال ده زياده عن اللزوم. طب تعالى نجرب كده ناخد ال2 وال8، لو حطيت هنا ال8 كبر معاك جدا وصل 40، يبقى نجرب هنا باي لوجيك، احط هنا ال2 واحط هنا ال8 كده يديك 10، كده يديك 8، واضح ان الصم يديك 18. يبقى احنا خلصنا المساله، يبقى انا عندي هنا 5a ماينس ال8 وعندي هنا الايه ماينس ال2.
يبقى هقولها تاني. ليسون 2 حاول تشغل دماغك وانت بتختار الفاكتورز اللي هتظبط بيها الكومباينيشنز بتاعتك. طيب نيجي نشوف هنا 3y squared plus 7y minus 6. طبعا 3y squared يبقى لازم تكون 3y وعندي هنا y. عندي هنا ماينس يبقى استنى لاخر المساله لما اشوف مين الدياجونال الكبير. طب انا عندي ال6، ال6 بتيجي منين؟ ال6 عندي 6 divided 1 is 6، 6 divided 2 is ايه؟ is 3. يبقى انا عندي الفاكتورز اللي هشتغل عليها المجموعه دي. طيب نيجي نشوف مع بعضين، انا عايز 2 diagonals الديفرنس بتاعهم يديني 7. بيعنينا كده واضح ان انا احط هنا ال3 كده وكده الايه؟ وكده ال2، يبقى ده يديك 9 وده يديك 2. 9 minus 2 is 7. طيب الدياجونال الكبير اهو، يبقى الساين بتاعته زي الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى احط هنا البوزيتيف واحط هنا الايه؟ النيجاتيف. يبقى انا عندي هنا 3y minus 2 وعندي هنا الواي بلس مين؟ بلس 3. اللي بعد كده خد بالك هنا عندك ال8، ال8 ليها فاكتورز كتيره، ال8 divided 1 is 8 و8 divided 2 is 4، والناحية التانية عندي 3 divided 1 is ايه؟ is 3. يبقى أنا عندي هنا عندي ال1 وال8 وال2 وال4 وال1 والايه؟ وال3. طب الزد أحط هنا زد وأحط هنا ايه؟ زد. أنا عندي هنا ماينس هستنى للآخر، تعال نجرب ال8 وال1، حط هنا ال8 وهنا ال1. أنا عايز الديفرنس بينهم يديني 2، ما ينفعش أحط هنا ال3 عشان هيبقى 24 كبر قوي، حط هنا ال1 وحط هنا ال3، هنا 8 وهنا 3 difference is 5. يبقى التشويس بتاعي بتاع ال8 وال1 في الاول ده مش مظبوط، يبقى احنا ناخد التشويس الثاني ال2 وال4، احط هنا ال4 واحط هنا الايه؟ ال2. وزي ما اتفقت معاك هنا ما ببدلش، يعني احط هنا 4 و2 وخلصنا. طب تعالى نجرب مع 3 وال1 كده، 2 times 3 is 6 وعندي هنا 4، الديفرنس فعلا يديني 2، يبقى الوضع بتاع 3 وال1 هنا سليم. طيب مين الدياجونال الكبير؟ هو ده اللي هو بيديني 6z، يبقى احط الساين بتاعته زي الميدل تيرم، يبقى البوزيتيف هنا لان هو ده الدياجونال كده. وما اجي احط الساين احطها جنب مين؟ جنب ده، ما احطهاش هنا. يعني انت لو حطيت لي هنا بلس، لا انا عندي 2x هي بالبوزيتيف، يبقى لازم تايمز تايمز ايه؟ تايمز ده، يبقى بوزيتيف. يبقى عشان يبقى بوزيتيف يبقى لازم يكون ده بوزيتيف، يبقى بوزيتيف دي كذا وده ايه؟ وده نيجاتيف. يبقى الفاكتورايزيشن بتاعي هيكوال، يبقى 4z بلس 3 اللي هي دي، وعندي هنا 2z minus 1. نيجي اللي بعد كده. واضح هنا ال 4، ال 4 ممكن تيجي معايا 4 times 1 وممكن تيجي معايا 2 times ايه؟ 2 times 2. 21 divided 1 is 21. 21 divided 3 is ايه؟ is 7. وهم دول الفاكتورز اللي عندك، ال 1 وال 21 وال 3 والايه؟ وال 7. طيب انا عندي هنا احط y وهنا ايه؟ وهنا واي. تعال نجرب ال4 وال1. انا مش هكتبها. انا عايز التو دياجونالز الديفرنس بينهم از 5. طبعا ما تاخدليش بقى ال21، هتلاقي حاجات كبيره قوي. يبقى ناخد ال3 وال7. نجرب هنا ال3 ونجرب هنا ال7. طبعا انا ما خدتش هنا ال7 عشان برضك هيكبر معايا قوي. يبقى 4y تايمز ال3 12 وعندي هنا 7. 12 minus 7 is ايه؟ is 5. الدياجونال الكبير احط له بلس ليه؟ عشان تبقى زي الايه؟ الميدل تيرم. وعندي انا احط ايه؟ احط ماينس. يبقى الحل بتاعي 4y minus 7 times y plus ايه؟ plus 3. زي ما انتم شايفين انت ممكن تحل بسرعه. انا بحل معاك اهو، بحل بسرعه، ما بتاخدش معايا وقت. ليه ما بتاخدش معايا وقت؟ عشان بفكر وانا بحل. ما ينفعش انت تحل ماثيماتكس في بريب 2. ما ينفعش تمشي كده بفكر واحد في جريد 5 او جريد 6. لازم نشغل دماغنا شويه. السؤال اللي بعد كده حط الايه والايه. انا عندي ال 12، ال 12 يعني ايه؟ انا عندي ال 12 يعني 1 تايمز 12 و 2 تايمز 6 و 3 تايمز ايه؟ 4. وال 6 الناحيه الثانيه 6 تايمز 1 و 2 تايمز ايه؟ 3. انا عندي هنا ماينس 1 ماينس 1 بلس. تلاحظ ايه بقى؟ تلاحظ ان الديفرنس از 1، يعني الارقام خفيفه. طب ممكن ناخد مين؟ طب تعالى نجرب ال 3 وال 4 الاول. يبقى انا عندي هنا 4 وهنا ايه؟ وهنا 3. طب تعالى لو خدنا مثلا 2 و 3، ما تجيش بقى تحط هنا 3 عشان هتعلى، يبقى نحط الصغير مع الكبير. اخد هنا 2 مثلا وهنا 3، تلاقي كده 3 تايم 3 از 9 وعندك كده 8 ظبطت معاك.
ادي هنا يبقى انا عندي 9a minus 8a يديني 1a. طيب الدياجونال الكبير اللي هو 9 احط الماينس معاه عشان الميدل تيرم از ايه از نيجاتيف، احط هنا ايه واحط هنا بلس. يبقى بالرغم ان انا عندي، بص انا عندي تشويس 1 2 3 وكل واحد من دول بيثبت، وعندي هنا كل واحد ده ممكن ابدله مرتين، يبقى انا عندي هنا 4 تشويسز وعندي هنا 3 تشويسز. يبقى انا لو هشتغل وانا ما بفكرش هيبقى عندي 3 تايمز 4 هيبقى عندي 12 تشويسز، 12 احتمال لكومباينيشنز عشان اوصل للحل ده. لكن لو شغلت دماغي هوصل على طول. يبقى عندي الحل بتاعي هيديني 4a minus 3 و3a plus 2. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي فاكتورايز each of the following expressions. نفس الكلام مدهلك هنا في 2 variables. نيجي هنا كده اهو. واضح هنا هيبقى 2x times ال x وعندي هنا y times ال y. عندي plus يبقى الاثنين زي الميدل ترم اللي هو النيجاتيف. حط لي ال 2 يعني ايه 2 times 1؟ انا عايز ال 2 times 1 تتحط هنا بطريقه ان ال 2 diagonals الصم يديني 5. طبعا تحط لي هنا ال 2 وال 1 هتلاقي هنا 2 هنا 2 يديك 4، يبقى لازم احط هنا ال 2 وهنا ال 1 عشان ده يديني 4 وده يديني 1، الاثنين الصم بتاعهم is 5. يبقى هو ده الكومباينيشن الايه السليم معايا اللي هو 2x minus ال y times x minus ال 2a ال 2y. نيجي هنا 3x times ال a ال x وعندي هنا ال y times ال y. عندي ال 7، ال 7 ملهاش غير 7 times 1. يبقى احط ال 7 فين وال 1 فين بحيث ان الديفرنس يديني 20. واضح قوي ان انا احط ال 7 هنا عشان الدياجونال ده يكبر يوصلني لل 20. يبقى هنا 21 وهنا احط ال a ال 1. الديفرنس بين ال 21 وال 1 is 20. يبقى الكومبينيشن ده سليم. الساين بتاعت الجريتر دياجونال تبقى زي الميدل تيرم، يبقى احط هنا ماينس وهنا بلس. يبقى انا عندي الحل بتاعي هيبقى 3x بلس الواي و x ماينس 7a 7y. طيب اللي بعديها عندي هنا a وعندي هنا ايه b. طبعا b سكويرد يعني b تايمز b، خلصنا. طب انا عندي هنا 6، انا عندي هنا بلس، يبقى هنا بلس وهنا بلس. انا عايز 2 دياجونالز الصم بتاعهم از 5، الصم 5 يبقى اكيد طبعا مش هتاخد 6 تايمز 1 لان ال 6 لوحدها عدت ال 5، يبقى ال 6 ممكن تيجي 2 تايمز 3. يبقى اخد مين؟ اخد 2 تايمز 3. يبقى عندي هنا 3 وهنا ايه؟ وهنا 2. يبقى كده يديني 3ab وكده يديني 2ab، الاثنين الصم بتاعهم از 5ab، يبقى اتحلت معايا المساله. يبقى ال 2 فاكتورز بتوعي 3a بلس البي وال 2a بلس البي. مسألة بعد كده طبعا مسألة سهلة برضو، خد بالك هنا اعمل لك ايه، مش مرتب لك الايه المسألة. طب انا ممكن احلها على كده، مش لازم احط الاكس في الاول. يبقى انا عندي هنا احط 2y تايمز الايه تايمز الواي، وعندي هنا الاكس تايمز الايه تايمز الاكس، دي اكس سكوير، دي ما تجيش الا من اكس تايمز الاكس. طيب المفروض الديفرنس ما بينهم يديني 1 بالبوزيتيف، يعني الجريتر دياجونال از بوزيتيف. يبقى انا عندي البوزيتيف احطه هنا والنيجاتيف احطه ايه؟ احطه هنا عشان ده كده يديك 2y 2xy وده نيجاتيف xy، الصم بتاعهم يديك ايه؟ بوزيتيف yx او xy. يبقى انا عندي ال 2 فاكتورز، يبقى 2y minus x times y plus x. بروبلم 5، نيجي نعمل السيزر بتاعنا. هنا بقى تلاحظ ان الفاكتورز هتكتر معاك. اولا هنحط هنا ايه وهنا ايه وهنا بي. انا طبعا بعدت شويه عشان ممكن اجرب اكتر من حاجه. انا عندي بي وايه بي وبي. نيجي نشوف مع بعضينا ال 10 10 divided 1 يديني 10، 10 divided 2 يديني ايه؟ يديني 5. طبعا 3 و4 ما ينفعش 5، يبقى انا قررت. نيجي هنا الناحيه الثانيه ال 18 divided 1 is 18، 18 divided 2 is 9، 18 divided 3 equal 6 وخلاص مش هتتكرر ايه تاني. يبقى انا عندي هنا ال 1 وال 10 وال 2 وال 5 وال 1 وال 18 وال 2 وال 9 وال 3 اند الايه اند ال 6. واضح ان انا عندي هنا الديفرنس بين ال 2 دياجونالز لازم يديني ال 11. طب تعالوا مع بعضينا نجرب ال 10 وال 1. ال 10 ومعاها ال 1 طبعا مش هيكتبوا، بس انا بكتبه بس عشان ايه عينينا تلمحوا يعني. طيب تعالوا نجرب مع بعض ناخد مين من دول عشان الديفرنس يديني 11. طبعا واضح ان انا لو خدت ال 18 هنا قدام ال 10 تبقى 180 كبيره جدا. يبقى ال 18 لو خدت ال 18 هنا
وال1 هنا يبقى الديفرنس از 8. ما ينفعش ناخد ال2 وال9. لو خدت ال9 هنا كبرت معاك جدا، لو خدت ال2 هنا يبقى 20، وال9 هنا الديفرنس بينهم از 11، يبقى نجحت معايا فعلا ال2 وال9. يبقى احط هنا 2 واحط هنا ايه 9. تعالى بص كده معايا 10a times 2b يبقى 20ab، وعندي هنا 1 times 9 is 9 9ab، يبقى 20 minus 9 يديني فعلا 11. يبقى الكومباينيشن دي هي اللي نجحت. طب تعالى نحط الساين، فين الجريتر دياجونال؟ اهو الساين بتاعته زي الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى احط هنا البوزيتيف بحط هنا الايه النيجاتيف. يبقى الحل بتاع المساله دي 10a minus 9b times a plus 2b. نيجي اللي بعديها، مسائل ابتدت يعني تبقى صعبه شويه لان الارقام كبرت. طيب نعمل كده اهو، حط هنا x و x، حط هنا y و y. عندي ال 6 عباره عن 6 divided 1 equal 6، 6 divided 2 is a 3. 63 طبعا كتيره قوي كبيره، 63 divided 1 equal 63، divided 2 مش هينفع، 63 divided 3 يديني 21، divided 4 ما ينفعش، divided 5 ما ينفعش، divided 6 برضه ما ينفعش 7، 63 divided 7 يديني 9، divided 8 ما ينفعش، divided 9 تتكرر معاك 7، وبالتالي نقف معايا المساله على كده. هم دول الفاكتورز اللي هشتغل عليهم. طيب نيجي نجرب مع بعضينا، انا محتاج الديفرنس يديني 47، يبقى انا عايز دياجونالز كبيره. يبقى طالما عايز دياجونالز كبيره، طب يلا نجرب ال6 وال1 لان ال6 كبير، نجرب كده ال6 وال1. طيب عندي ال63 طبعا لو خدتها هنا كبر معايا جدا. طيب نجرب ال21 وال3. طب لو خدنا هنا 3 كده، لو خدنا هنا 21 برضه كبر معايا جدا. طب تعالى ناخد ال9 وال7. لو خدت هنا ال7 يديني 42، انا عايز ديفرنس، يبقى لا نكبر شويه عشان يبقى في ديفرنس يوصل ل 47. لو خدنا هنا ال9، ال9 تايمز ال6 54، وهنا ال7 يبقى فعلا 54 ماينس ال7 يديني 47. يبقى احط هنا ال9 واحط هنا الايه واحط هنا ال7، الدياجونال الكبيره اهو، يبقى هو ده اللي ياخد ماينس وده ياخد ايه وده ياخد بلس. يبقى هنا التو فاكتورز بتوعي هيبقى ال6 اكس بلس 7 واي times x minus 9a 9y. طب نيجي هنا ادي 2 diagonals 7x power 4، x power 4 يبقى اخد هنا 7x squared وهنا ايه x squared. طب انا عندي هنا الواي، يبقى y وهنا ايه وهنا y. طب نيجي نشوف ال 30، ال 30 عندي 30 divided 1 يديني 30، 30 divided 2 يديني 15، 30 divided 3 يديني 10، divided 4 ما ينفعش، 30 divided 5 يديني ايه؟ يديني 6. عندي choices كتيره نفكر فيها مع بعضينا، وال 3 وال 10 وال 5 وال 6. طيب انا عايز ال 2 diagonals الدفرنس ما بينهم يديني 23. طيب لو خدنا مثلا ال 30 وال 1، لو هنا 30 وهنا 1 الدفرنس هيبقى فعلا 23. يعني لو طبعا هنا ال 30 كبرت قوي، لكن تعالى خد هنا 30 كده وخد هنا 1، يبقى انا عندي هنا 30 وهنا 7 جت معايا من اول مره. طيب الدياجونال الكبير اللي هو ده احط معاه ايه؟ احط معاه البلس واحط هنا الايه؟ احط هنا الماينس. يبقى انا عندي ده فاكتور وده انذر فاكتور. يبقى دي هتديني 7x squared plus 30y، وعندي هنا x squared minus الايه؟ minus الواي. يعني بالرغم ان الفاكتورز كتيره بس الحمد لله جت معايا من اول مره. الاكسرسايز اللي بعد كده 6x squared minus 21x plus 18. طبعا ده ليسون 2. تاخد بالك ان ممكن تاخد common factor 3، وممكن طالما الكومون فاكتور مش هيخلص لك المساله على طول ممكن احل بالسيزر كده، بس الارقام هتكتر معاك. يعني لما اخد ال 3 ده بره هيوفر معايا شويه. يبقى انا عندي هنا 3 يبقى معايا هنا 2x squared minus، لما اخد 3 يبقى يديني 7x بلس الايه ال6. يبقى انا هعمل سيزر على دي، يبقى انا عندي هنا 2x تايمز الايه تايمز الاكس بلس، يبقى واحده ماينس واحده ماينس ال6، يعني 6 تايمز 1 2 تايمز 3. يبقى احط هنا ال2 واحط هنا ال3 لان كده ده يديني 4x وده يديني 3x، يبقى الاثنين يديني 7x. لو حطيت هنا ال3 وهنا ال2 ده هيبقى 6 وهنا هيبقى 2 يبقى يديني 8. يبقى الصح ان انا احط هنا ال2 وهنا الايه وهنا ال3.
يبقى الكومباينيشن بتاعتي السليمه هي دي، اخد ده كده از فاكتور وده از انذر فاكتور، يبقى انا عندي هنا يديني ال 2x ماينس 3 وعندي هنا x ماينس الايه؟ ماينس ال 2. اللي بعديها طبعا ما انساش طبعا الايه؟ ال 3 هنا. طيب هنا ال 8 8x سكويرد ماينس 20 8x ماينس 60، واضح ان انا ممكن اخد ال 4 از فاكتور، يبقى انا عندي هنا ال 4 يبقى عندي هنا 2x سكويرد ماينس ال 7x ماينس الايه؟ ال 15. يبقى لما اجي اشتغل هنا هيبقى عندي ال 2x والx، ال 15 بتيجي من 15 ديفايد 1 is 15، 15 ديفايد 3 is ايه؟ is 5، وبعد كده هتتكرر فهاخد ال 1 وال 15. انا عايز الديفرنس بين ال 2 diagonals يديني ال 7، طبعا ابعد خالص عن ال 15 عشان هتكبر معاك قوي، ناخد ال 3 وال 5، لو خدت ال 5 هنا يديك 10 وعندي هنا 3 هتمشي معايا، يبقى ناخد هنا ال 5 وهنا الايه؟ وهنا ال 3، يبقى الدياجونال ده 10 وده 3، الدياجونال الكبير ياخد الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى ده ياخد ده ماينس وياخد ده ايه؟ وياخد ده بلس، يبقى انا عندي الفاكتورز هو ده مع ايه؟ وده، يبقى الفاينل انسر بتاعتي 4 تايمز 2x بلس 3، وعندي هنا x ماينس الايه؟ x ماينس ال 5. اللي بعديها واضح جدا ان انا هرتب وفي عندي 5 كومون فاكتور، يبقى انا لما اجي ارتبها هيبقى عندي 15 ام سكويرد بلس 25 ام ماينس 10. طب خد لي بقى الفاكتور، خد لي ال 5 از كومون فاكتور، يبقى هيكوال معايا الاكسبريشن ده هيكوال 5 وعندي هنا 3 ام سكويرد بلس 5 ام ماينس ايه؟ ماينس 2. طب تعالى نعمل لها كده بقت سيمبل قوي، يبقى انا عندي هنا 3m and m، عندي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، 2 تايمز 1 والديفرنس 5، يبقى لازم احط ال 2 هنا عشان ده يديني 6، وده احط ال 1 هنا يبقى ال 6 ماينس ال 1 از 5، واحط البلس هنا والماينس هنا، البلس عشان ده الدايجونال الكبير ياخد الساين بتاعت الميدل ايه؟ الميدل تير، يبقى هيديني 5 اللي هي ال 5 دي، وبعد كده الفاكتور اللي فوق 3m ماينس ال 1 وعندي هنا m بلس ايه؟ m بلس 2. اللي بعديها طيب هنا عندي هنا ال 8 وال 27 وال 20 مفيش عندي اي كومون فاكتور خالص، بس في عندي الاكس، اخد الاكس، يبقى انا عندي هنا هيديني اكس، عندي هنا 8x سكويرد ماينس 27x ماينس الايه؟ ماينس ال 20. نيجي هنا كده عندي اكس واكس، طبعا ال 8 ليها فاكتورز كتيره نجربهم واحده واحده بقى، يبقى انا عندي هنا ال 8 ديفايد 1 يديني 8 وال 8 ديفايد 2 يديني 4، 20 20 ديفايد 1 يديني 20، 20 ديفايد 2 يديني 10، 20 ديفايد 4 يديني ايه؟ يديني 5. زي ما انت شايف في مساله ممكن تبقى طويله شويه، لكن في اغلب المسائل بتلاقي المساله سهله وبتتحل بسرعه، لو المساله طولت معاك مش مشكله في الاخر هتوصل. طب تعال نجرب ال 8 وال 1، حط هنا ال 8 وحط هنا ال 1. طيب الساين نيجاتيف هنستنى لحد الاخر. طب انا عايز 2 دياجونالز الديفرنس ما بينهم يديني 27، لو خدت ال 20 هنا مع ال 8 كبرت قوي احط ال 1 هنا وال 20 هنا الديفرنس هيديني 12، لو خدت ال 10 هنا اصبحت 8 كبرت قوي احط ال 2 هنا يديك 16 مش هينفع، لو خدت ال 5 هنا يديني 40، 40 ماينس 4 يبقى ماينس 36. طب تعال نحط ال 4 هنا، 4 مع ال 8 يديني 32 وعندي هنا 5 مغريه جدا، الديفرنس بتاعهم فعلا 27، يبقى احط هنا ال 4 واحط هنا الايه؟ احط هنا ال 5، 8 تايمز ال 4 32 ماينس ال 5 يديني فعلا 27، الدياجونال الكبير اهو احط معاه الساين دي، يبقى النيجاتيف هنا والبوزيتيف ايه؟ والبوزيتيف هنا، يبقى التو فاكتورز بتوعي ادي فاكتور وادي انذر ايه؟ وادي انذر فاكتور، يبقى هتيكوال معايا المساله هيبقى اكس تايمز 8x بلس ال 5 تايمز x ماينس الايه؟ ماينس ال 4. نيجي اللي بعديها. هنا ممكن اخد ال 2 كومن فاكتور، يبقى عندي هنا 2x كمان، يبقى عندي 2x يبقى معايا 3x بلس 7x بلس مين؟ بلس 4، يبقى انا عندي هنا 3x وx، طبعا البلس سهل قوي بتقول لك حط ال 2 ساين زي الميدل ساين، يبقى انا عندي هنا بلس وهنا بلس. 4 تايمز 1 او 2 تايمز 2 الوضع اللي يخلي 2 دياجونالز 7، واضح ان هي احط هنا ال 4 واحط هنا الايه؟
حط هنا ال 1 عشان ده يديني 4 وده 3، يبقى الاثنين الصم بتاعهم is 7، يبقى الحل بتاعي هيبقى 2x، وهنا عندي 3x بلس ال 4 تايمز الاكس بلس مين؟ بلس ال 1. المسألة اللي بعد كده عندي 18x باور 5 x باور 3 وعندي x، ال 18 فيها 3 كومن فاكتور وال 33 فيها 3 وال 30 فيها 3. ناخد ال 3 از كومن فاكتور، ناخد x معاها، يبقى عندي هنا 3x، يبقى معايا هنا 6x باور 4 بلس 11x سكويرد ماينس ال 10. طيب لما نيجي هنا نعمل السيزر بتاعي، احط هنا الاكس، هنا اكس باور 4، يبقى عندي هنا اكس سكويرد وهنا اكس ايه سكويرد، هنا ماينس، يبقى نستنى شويه. طب تعالى ناخد ال 6 عندي عباره عن ايه، 6 ديفايدد 1 يديني 6، 6 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. ال 10 الناحيه الثانيه ديفايدد 1 از 10، وال 10 ديفايدد 2 يديني ايه؟ يديني 5. يبقى الفاكتورز بتاعتي هنجرب ال 1 وال 6 وال 2 وال 3 مع ال 1 وال 10 وال 2 والايه؟ وال 2 وال 5. انا عايز يوصل بيا الموضوع ل 11. طب نجرب ال 6 وال 1، حط هنا ال 6 وهنا ال 1، لو خدت ال 10 هنا بقت 60، لو خدت ال 1 هنا وال 6 فوق بقت 16، الديفرنس 6 مش هينفع. نجرب ال 5 وال 2، لو خدت ال 5 بقى 30 كبر قوي، لو خدت ال 2 هنا يبقى هنا 12 ماينس 5 از 7، يبقى انا التشويس ده اكنسله. ناخد التشويس الثاني اللي هو الايه، اللي هو ال 3 تايمز 2. طيب نيجي الناحيه الثانيه، لو خدت ال 10 هنا بقت 30، لو خدت ال 10 هنا بقت 20، هنا 20 وهنا 3 يبقى 17 الديفرنس. طب نيجي نشوف بقى التشويس ده، نحط ال 5 هنا كده، لو حطيت ال 5 هنا يديني 15، لو حطيت ال 2 هنا يديني 4، واضح ان ال 15 ماينس ال 4 يديني 11، يبقى هو ده الكومباينيشن الايه المظبوط، وتنتهي معايا المساله على ال 3x اللي هي دي. والبراكت ده عباره عن 3x سكويرد، لسه الساين، انا عندي الدياجونال الكبيره اهو، يبقى احط هنا بلس وهنا ايه وهنا ماينس، يبقى 3x سكويرد ماينس 2، وعندي هنا 2x سكويرد بلس مين؟ بلس ال 5. بروبلم 7، زي ما انتم شايفين انا في عندي 3 كومن فاكتور، وعندي x سكويرد x سكويرد x سكويرد، وعندي هنا ال y سكويرد ممكن برضك اخدها كومن فاكتور، يبقى هاخد 3x سكويرد y سكويرد. لما اخد 3 من 20 من 21 بالديفيجن يبقى 7، خدت الاثنين دول خلاص، عندي بلس ال 3 من ال 6 يديني 2، اكس سكوير ده خدتها يديني واي، هنا هيبقى ماينس، هاخد من هنا 3 يديني 5، خدت الاكس سكوير ده بره، خدت واي سكوير من الواي باور 4 يديني واي ايه؟ واي سكوير. نوضب دي، يبقى انا عندي هنا يديني 3 اكس سكوير واي سكوير، هنا نرتبها، اديني نيجاتيف بره، لما اخد نيجاتيف بره يبقى انا عندي هنا 5 واي سكويرد، وده برضك يتغير لان النيجاتيف هيطلع من هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى النيجاتيف ده يبقى بوزيتيف والبوزيتيف يبقى نيجاتيف والبوزيتيف هنا يبقى نيجاتيف، يبقى عندي هنا ماينس ال 2 واي ماينس الايه ماينس ال 7. يبقى اعمل فاكتورايزيشن للايه للبراكت ده، ده اللي هو واضحه جدا اللي هي 5 واي تايمز الايه تايمز الواي، عندي 7 وال 1 احطهم بطريقه بحيث ان الديفرنس يديني 2، لو حطيت هنا 7 يبقى 35، واضح ان ال 7 هنا وال 1 هنا، هنا 7 وهنا 5، الديفرنس فعلا يديني 2، حط النيجاتيف مع الدياجونال الكبير يبقى هنا كده، يبقى عندي ده هيديني نيجاتيف 3 اكس سكويرد واي سكويرد تايمز ال 5 واي ماينس 7، وعندي هنا تايمز الواي بلس الايه بلس ال 1. طب نيجي هنا نبص قدامنا نلاقي واضح جدا ان السي بلس دي متكرره، خد بالك انا عندي هنا 12 فيها كومن فاكتور 2، وده هنا برضك كذلك 2 هنا 2، يبقى هاخد الكومن فاكتور 2 سي بلس دي، يبقى عندي هنا ايه؟ يبقى عندي من ال 12 بالديفيجن يبقى 6، وعندي هنا 6 اكس سكويرد هيبقى بلس، هنا 6 ديفايد 2 از 3، يبقى عندي هنا 34 اكس، عندي هنا بلس 80 ديفايد 2 يديني 40. نلاحظ ان انا ممكن اخد انذر 2، اخد انذر 2 هنا مع 2 يديني 4، يبقى 4 سي بلس الدي، وعندي هنا يبقى 3 اكس سكويرد بلس 17 اكس بلس الايه ال 20. نعمل دي فاكتورايزيشن، واضح ان هي 3 اكس وعندي هنا اكس بلس وبلس، ناخد ال 20 عندي نعمل لها
الفاكتورز بتاعتها 20 divided 1 20 20 divided 2 is 10 20 divided 4 is ايه is 5. يبقى انا هشتغل على مين؟ هشتغل على الثري تشويسز دول نبدل ما بينهم لحد ما انجح في ان انا اجيب كومباينيشنز تخلي التو دياجونالز الصم بتاعهم از ايه ال 17. ابعد لي طبعا عن ال 1 وال 20 عشان هتكبر معايا قوي. ناخد ال 2 وال 10. لو خدت ال 2 هنا وال 10 هنا يبقى عندي هنا 6 و 10 16 مش هينفع. طيب ناخد ال 4 هنا 12 وال 5 هنا فعلا 17. يبقى اخد هنا 4 واخد هنا ايه واخد هنا 5. زي ما انت شايف المساله ما بتاخدش بالظبط في الحل اكتر من 3 دقايق حتى لو كانت فيها فاكتورز كتير، اكنه اي كيو تيست بالظبط. لازم تكون لماح شويه في ان انت تشوف مين الفاكتورز اللي تشتغل معاك. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 4c بلس d تايمز 3x بلس 5 تايمز x بلس الايه بلس 4. زي ما انت شايف احنا قلنا كلمه فاكتورايزيشن يعني بحول الاكسبريشن اللي فيه ادد تيرمز لمجموعه من الفاكتورز، مجموعه من البراكتس اللي بينهم ملتيبليكيشن بس. طيب اكسرسايز 5 فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج. هنا طبعا بيعقدها لك شويه، بيديك صور اكثر تعقيدا. زي ما انت شايف لازم ادخل ده هنا الاول وديستريبيوت ده هنا الاول، يبقى هيديني 2x squared plus 6x plus 13x plus 24. يبقى انا عندي هنا ال 2x squared plus 19x plus الـ 24. طيب نيجي هنا كده، يبقى انا عندي هنا ال 2x times ال x، يبقى ال 24 عندي 24 divided 1 يديني 24، 24 divided 2 12، 24 divided 3 يديني ال 8، 24 divided 4 يديني ال 6. طبعا 5 مش هينفع 6 تتكرر، يبقى انا كده خلصت الفاكتورايزيشن بتاع ال 24. عندي 4 choices، نجرب لحد ما نوصل ل 2 factors يحققوا الكومباينيشن او يحققوا المطلوب او يحققوا السؤال بتاعي اللي هم مين هم التو دياجونالز اللي السم ايكوال 19. طبعا هنا بلس وايه وبلس. طيب طبعا لازم ابعد تماما عن ال 24 لان هي الفاكتور لوحده اكبر من الايه من السم اللي انا عايزه. طب تعال نشوف ال 12 وال 2. 12 ما ينفعش تبقى هنا عشان هيبقى 24، حط هنا 2 هنا 12 يبقى انا عندي 4 و 12 16. تعال نشوف ال 3 وال 8. لو حطيت هنا ال 8 وحطيت هنا ال 3 هنا يبقى 16 وكده يبقى 3 حققت معايا اللي انا عايزه، وبالتالي يبقى الحل بتاعي هيبقى ال 2x بلس ال 3 مع الx بلس مين؟ بلس ال 8. اللي بعديها نعمل ديستريبيوشن لل 4x مع البراكت ده. 4x تايمز 3x يديني 12x سكويرد هيبقى بلس 4 تايمز 7 28xy ماينس 5y a y سكويرد. مفيش اي كومن فاكتور، اشتغل على طول. عندي هنا يبقى عندي هنا x و x، عندي هنا بالنسبه لل y انا عندي هنا هيبقى عندي y و y، ولازم يكون عندي هنا 5y و a و y، ملاش حل تاني. ونبدل مع ال x الناحيه التانيه، يعني نثبت دي ونبدل الناحيه التانيه مع ال x. طيب انا عندي ال 12، ايه الفاكتورز بتاعتها؟ 12 divided 1 12 equal 6 equal 4. طيب ال 3 choices دول انا عايز اختار ما بينهم بحيث ان ال 2 diagonals الديفرنس يديني 28. يبقى انا عايز ارقام كبيره، اشغل ارقام كبيره. طيب لو شغلت ال 12 هنا 60 كبر قوي. طب خلينا في ال 6 وال 2 نخلي ال 6 هنا كده عشان يديني 30، ولو عندي هنا 2 يبقى هنا 30 وهنا 2 الديفرنس از 28 نجحت معايا. اخلي البلس مع الدياجونال الكبير، يبقى اخلي البلس فين؟ البلس هنا عشان يبقى الدياجونال ده 30 والدياجونال ده هو اللي ايه؟ هو اللي بالنيجاتيف. يبقى الحل بتاعي ادي فاكتور وادي انذر ايه؟ وادي انذر فاكتور، يبقى هتيكوال معايا هنا الاكسبريشن لما اجي افكه هيديني 2x بلس ال 5y تايمز 6x ماينس الايه؟ ماينس الواي. المساله اللي بعد كده هندستريبيوت ال 4x هنا وهنا، يبقى انا عندي هيديني 5y squared minus 4 times ال 7 28xy. هنا نيجاتيف 4 times plus 3 يديني نيجاتيف 12x x squared. يبقى نعمل المقص، انا عندي هنا 5y وعندي هنا ايه؟ وعندي y.
ال 12 احنا كنا لسه عاملينها فوق ان هي ال 2 وال 6، يعني اخد هنا ال x كده وادي ال x، ناخد هنا ال 6 وناخد هنا ال a وناخد هنا ال 2، يبقى الدياجونال ده كده يديني 30، الدياجونال ده يديني 2، الديفرنس بينهم از ايه؟ از 28. هنا بقى اخد هنا الماينس هنا المره دي واخد هنا الايه؟ البلس، يبقى هتيكوال معايا هنا 5y بلس 2x، والناحيه الثانيه y ماينس الايه؟ ال 6x. المساله اللي بعد كده 5b ماينس 2 سكويرد ماينس 4b ماينس 5، ده عندي بيرفكت سكوير. لما كنا بنفكه بنجيب له اكسبانشن كنا بنقول الفيرست سكويرد يعني 25 بي سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند. هنا عندي تايمز السكند فيها عندي نيجاتيف ساين يبقى هيبقى نيجاتيف. الفيرست تايمز السكند ب 10 بي، توايس 10 بي يبقى 20 بي بلس السكند سكويرد يبقى يديني 4، ودي اولويز بلس. هنا عندي ماينس ال 4 بي ماينس الاي ال 5، يبقى لما اجي اكومباين دي مع دي ودي مع دي هيبقى 25 بي سكويرد ماينس 24 بي ماينس ايه ماينس 1. يبقى نعمل كده على طول، هنا 1 يبقى واضح هنا 1 و 1، وعندي هنا بي وبي، عايز هنا تو تشويسز بحيث ان الديفرنس 24، واضح ان انا مش هاخد 5 و 5 هاخد 25 تايمز 1 25 وهنا ايه وهنا 1، انا عايز الديفرنس 24، يبقى اخلي الدياجونال الكبير ده بالايه بالماينس وهنا بالايه بالبلس، يبقى كده 25 وكده 1، نعمل لهم ديفرنس نعمل لهم ماينس يديني 20 ايه 24، يبقى هنا هيبقى 25 بي بلس ال1 وهنا عندي بي ماينس الايه ماينس ال1. اكسرسايز 6 بيقول لي اف اكس بلس 1 از ا فاكتور اوف ذا اكسبريشن ده زين فايند السكند فاكتور. بالرغم ان هي وورد بروبلم لكن اسهل كتير من المسائل اللي قبل كده، لان هو كشف لك فاكتور. يعني ايه كشف لي فاكتور؟ يعني لو هعمل سيزر كده يبقى انا عندي اكس بلس 1 مكشوفه، يبقى انا عندي بقى عندي هنا ايه الاكس، يبقى معايا هنا 5 ايه 5 اكس، وهنا بلس يبقى اكيد هنا ماينس، ال7 يبقى 1 تايمز ايه تايمز 7، واضح كده ان هي 7 اكس وكده 5 الديفرنس نيجاتيف 2، يبقى الاذر فاكتور يبقى ذا سكند فاكتور از اللي هو ده اللي هو 5x ماينس الايه ماينس السبع. كذلك انا بعتبر الورد بروبلمز في المسائل دي اسهل من بروبلمز العاديه، لان هو بيكشف لك فاكتور. يبقى انا عندي هقول هنا انا عندي هنا 2x ماينس ال7 مديني 2x، عشان اوصل لل 4x سكوير يبقى لازم يبقى عندي هنا 2x. طب انا عندي 21 عباره عن ايه 7 تايمز ايه تايمز 3، وده عندي بلس كده، يبقى انا عندي ال6 وكده يبقى عندي ال14. الديفرنس بين ال6 وال14 از ايه از 8، يبقى السكند فاكتور از ايه 2x بلس 3، يبقى ذا سكند فاكتور از 2x بلس مين بلس 3. اللي بعد كده عايز الفاليو اوف سي such that الالجبريك اكسبريشن كان بي فاكتورايزد زين فاكتورايز ات. بيقول لك انا عايز السي ديت عشان يحصل فاكتورايزيشن للبراكت ده. طبعا البراكت ده هنعمل سيزر اهو، انا عندي هنا سي اكس سكوير، يبقى واضح ان هنا سي اكس وهنا ايه وهنا اكس. انا عندي هنا 15، ناخد مثلا ناخد هنا 5، انا عايز الديفرنس از 1، الديفرنس يكون 1. طب لو خدت هنا 5 وخدت هنا 3 عشان يكون الديفرنس 1 يبقى لازم يكون السي دي ايه 2، عشان 2 تايمز 3 از 6، 6 ماينس 5 از 1، وحط هنا البلس عشان الدياجونال الكبير ياخد الساين ده، وحط هنا الايه؟ حط هنا الماينس. يبقى ده if c equal to then this expression can be factorized to 2x minus 5 and x plus a plus 3. يبقى c equal كام؟ equal to. والفاكتورايزيشن هيبقى 2x minus 5 times x plus 3. اللي بعديها نيجي هنا نشوف مع بعضينا، واضح هيبقى هنا برضك سي اكس اند اكس، هنا هيبقى ماينس ماينس. انا عايز التو دياجونالز السم بتاعهم 13، السم 13 انا عندي هنا 6، لو خليت هنا 6 مثلا وهنا 1، حط هنا 6 وهنا 1، يبقى انا عندي كده 1. اجيب هنا 12 ازاي؟ اخلي السي ب 2. ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن نخلي مثلا لو خليت هنا 3 نخلي هنا 2 هنا 3 عشان ده يبقى اود،
لو خلينا هنا ده 3 وخليت ده 2 يبقى كده 3 محتاج هنا كام؟ محتاج 10. يبقى هخلي السي بايه؟ هخلي السي ب 5. يبقى انا ممكن يشتغل معايا وين سي ايكوال 2 هيبقى عندي الفاكتورز بتاعتي 2x ماينس 1 مع x ماينس 6. ولما السي عندي ايكوال 5 ممكن اقول هيبقى 5x ماينس 3 تشتغل مع x ماينس 2. كل الحاجات دي كلها اي كيو تيست. خد بالك المسائل دي نادر ما بتيجي في الامتحانات، ما بتجيش خالص يعني. هو هنا بيحاول يطور من مستواك. الهدف من الاكسرسايز ده ان هو يخليك متعمق اكتر في الطريقه. طيب نيجي اللي بعد كده. زي ما اتفقنا دايما الوورد بروبلمز مسائل الفاكتورايزيشن بتبقى سهله. بيقول لي الاريا اوف ريكتانجل الاكسبريشن ده سنتيمتر سكويرد، فايند تو بوسيبل دايمنشنز اوف ريكتانجل ان تيرمز اوف اكس، then find its perimeter when x equals 3. التو possible dimensions انا عندي الاريا بتاعت الريكتانجل اللينث تايمز الويدز، يعني حاجتين معمول لهم ملتيبليكيشن. يبقى واضح جدا ان انا هفك مين الاكسبريشن ده لتو فاكتورز، ويبقى التو فاكتورز دول هم اللينث والويدز. طيب نفكه ازاي؟ نعمل كده. واضح ان ده هيبقى 2x and x. 35 عندي لما اجي افكها 35 divide 1 35، 2 ما ينفعش، 3 ما ينفعش، 4 ما ينفعش، واضح ان هي ديفايد 5 يديني 7. يبقى عندي 5 و 7 وال 1 وال 35. لما نيجي نشوف الكومباينيشن انا عايز الصم بتاعهم يديني 19. يبقى تبعد خالص عن ال 35 لان هي لوحدها اكبر من ال 19. يبقى افكر في ال 5 وال 7. لو خدت ال 7 هنا يبقى 14 و 5 فعلا 19. يبقى نحط هنا ال 7 ونحط هنا الايه؟ ال 5. يبقى ال 2 possible dimensions يبقى the 2 possible dimensions are 2x plus 5 and x plus mean x plus 7. طيب بيقول لي find the perimeter when x equal 3، يبقى على طول هو when x equal 3 then ال 2x plus 5 هت equal معايا 2 times 3 equal 6 plus 5 11، وال x plus 7 هتديني 3 plus 7 is 10. يبقى ال perimeter b twice ال length plus ال width يبقى هت equal 2 times 21 which is 42 centimeter. exercise 9 factorize each of the following. واضح ان انا عايز ارتبها. لما اجي ارتبها خد بالك انت عندك نيجاتيف، طيب ناخدها على مرتين. يبقى عندي نيجاتيف 4a بلس ال b سكويرد بلس 11a بلس ال b بلس مين بلس 3. طيب همنيها فاكتورايزيشن باكد ان ده لازم يكون بوزيتيف، يبقى ناخد نيجاتيف بره. يبقى عندي هنا 4a بلس ال b سكويرد ماينس، ليه ماينس؟ ما انا خدت من هنا ماينس، ماينس 11a بلس ال b الكلام ده ماينس 3. يبقى هو ده اللي هعمله فاكتورايزيشن. خد بالك دي تحل محل الاكس، يبقى كانها اكس سكويرد. يبقى انا عندي لما اجي اعمل السيزر بتاعي احط هنا a بلس b واحط هنا ال a بلس b. طيب التو فاكتورز بتوعي انا عندي ال 4، ال 4 ممكن اقول 4 ديفايدد 1 از 4، 4 ديفايدد 2 يديني 2. الناحيه الثانيه واضح ان 3 ديفايد 1 ايكوال كام؟ ايكوال 3. يبقى انا هجرب ما بين ال1 وال3 وال2 وال2 مع ال1 والايه؟ ال1 وال3. انا عايز الدفرنس يديني نيجاتيف 11، ده واضح ان يبقى لازم يكون اكبر بكتير من نيجاتيف 11، يبقى نحاول نكبر. يبقى ناخد مين؟ ناخد ال4 وال1، اخد هنا 4 هنا 1 مش هكتبه، انا عايز اكبر الدياجونال. يبقى ناخد ال3 مع قدام ال4 وناخد هنا ال1، 4 تايمز 3 از 12 وعندي هنا 1، الدفرنس فعلا از ايه؟ از 11. الساين بتاعت الدياجونال الكبير زي الايه؟ الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى هنا النيجاتيف وهنا الايه؟ وهنا البوزيتيف. اوعى تنسى النيجاتيف اللي بره ده. يبقى هتيكوال معايا هنا نيجاتيف 4ab بلس ال1 تايمز a بلس ال b ماينس الايه؟ ماينس ال3.
نيجي المساله اللي بعد كده. زي ما انت شايف البراكت ده كله عندك سكويرد وفي منه هنا، والبراكت ده كله في عندك سكويرد وفي منه هنا، يعني اكن دي اكس سكويرد دي واي سكويرد ودي اكس ودي واي. يبقى انا هشتغل ازاي؟ اعمل كده، اخد من ده هنا 2x بلس 3y، اخد منه واحد وواحد هنا 2x بلس مين 3y، وهنا اخد ايه؟ اخد x ماينس y مع مين؟ مع x ماينس y. طب انا مين هنا عندي؟ هنا عندي 3، يبقى لازم 3 تايمز 1. طب انا عندي هنا نيجاتيف، يبقى بوزيتيف نيجاتيف، بس ما احطهاش دلوقتي، نشوف هنعمل ايه. طب هنا عندي 2، 2 يعني ايه؟ 2 يعني 2 تايمز 1. انا عايز احط ال 2 وال 1 هنا بحيث ان الديفرنس يديني مين؟ يديني هنا ايه؟ 1. يبقى الديفرنس يديني 1، احط ال 2 هنا مع 3 عشان يبقى 6 ويكبر؟ لا، واضح ان انا احط ال 2 هنا واحط ال 1 هنا عشان الدياجونال ده يديني 3 والدياجونال ده يديني 2، يبقى الديفرنس از ايه؟ از 1. الساين عندي بتاعت الميدل تيرم از نيجاتيف، يبقى الدياجونال الكبير يبقى هو ده، يبقى ياخد ده كده وده ايه؟ وده كده. يبقى ده كده از ا فاكتور وده از انذر ايه؟ انذر فاكتور. يبقى الاكسبانشن بتاعي هيكون 3 2x بلس 3y، الكلام ده بلس 2x ماينس الواي، الكلام ده تايمز 2x بلس 3y، الكلام ده ماينس x ماينس الايه؟ ماينس الواي. ممكن نسيبها على كده. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعضينا ليسون 2. ليسون 2 من الليسونز المهمه جدا. الليسون ده هيديك ثقه في نفسك. كمان ليسون 2 لو انت من الستودنتس الشاطرين، الليسون ده هيخليك متفوق اكتر. ولو انت طالب متوسط، الليسون ده لازم تفهمه كويس، لان ده ممكن يوقعك بعد كده. الليسونز السيريز دي كلها بتاعت فاكتورايزيشن، لو انت متوسط او ضعيف وما فهمتهاش كويس، للاسف الفتره الجايه مستواك هيقل. كمان ليسون 2 ده يعتبر من الليسونز اللي بتعمل ديفرنشيشن ما بين الطلاب المتفوقين وبعضيهم. يعني الطلاب المتفوقين وبعضيهم الفروقات البسيطه والخفيفه بتيجي في الليسونز اللي زي دي. ليسون بيبقى صعب، واحد فيهم فاهمه شويه والتاني فاهمه قوي، فبيفرق ده عن ده. اتمنى ان اكون وفقته في شرحه، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.